المورد السادس لنأخذ صورة عن سبب وبداية التحرك المغولي التتري نحو البلاد الإسلامية من خلال ما كتبه ابن كثير في البداية والنهاية. الآن ماذا قال ابن كثير عن تحرك التتار؟ إذن في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر يبدأ في صفحة 82. قال ابن كثير: ثم دخلت سنة 1600 سنة 616 هجري ظهور جنغس خان وعبور التتار نهر جيحون، وفيها أي في سنة 616 هجري، وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنغس خان من بلادهم، وكانوا يسكنون جبال طمغاج. التفت جيدا، الكلام عن جنغس خان هو جد هولاكو، حتى تكون الصورة واضحة عندكم. يعني عندما ننتقل نحن من جنغس خان إلى هولاكو، يعني قد مررنا بسنين طويلة حتى وصلنا إلى هولاكو، ونحن نذكر عادة عندما نقتبس نذكر السنة التي وقع فيها الحدث أو الأحداث. وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنغس خان من بلادهم، وكانوا يسكنون جبال طمغاج من أرض الصين. إذن أين كانوا؟ كانوا في الصين، ولغتهم مخالفة للغة سائر التتار، وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال، وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال. هؤلاء مثل الأعراب، هؤلاء مثل المارقة. يعني أيضا دعوة من هنا، الآن أنا أطلب من الباحثين، من الأساتذة، من أصحاب الدراسات العليا ليراجعوا هذا، لتكتب رسائل بهذا الخصوص. هل أن الفرنج والمغول جنغس خان وقادة المغول من أبناء جنغس خان وعائلة جنغس خان، والمارقة الدواعش الخوارج في هذا الزمان وفي ذاك الزمان، هل يشترك هؤلاء بصفة الأعراب، بصفة الأجلاف، بصفة الذئبية وقساوة القلب؟ هل هؤلاء يشتركون بالصفة التي حذر منها الشارع المقدس، الذين يتصفون بأنهم أعراب؟ ليس عندهم وليس في فكرهم إلا القتل والتقتيل والدماء والإرهاب. ولهذا ابن كثير من أبناء ابن تيمية وعلى المنهج التيمي وإمام المارقة يتحدث عن شجاعتهم وعن صبرهم على القتال. هل هذه الصفة مشتركة ومشتركة بين دواعش الإسلام ودواعش الفرنج ودواعش الصين والمغول والتتار؟ هل يشترك مارقة الإسلام مع مارقة الفرنج مع مارقة الصين مارقة التتار ومع غيرهم من المارقة؟ مجرد فكرة محتملة ممكن التأكد منها من يبحث في هذا الأمر ومن يريد البحث في هذا، وأيضا يكون لهذا البحث ولهذا التشخيص ولهذا التحديد للداء ولهذا التأصيل للداء، كي نحدد ونشخص الدواء الصحيح والاستئصال الصحيح لهذه الغدة الداعشية الإرهابية القاتلة، سواء كانت هذه الدعشن القاتلة والإرهابية وهذه الفئة المارقة سواء انتسبت إلى الإسلام أو إلى المسيحية أو إلى اليهودية أو إلى باقي الديانات والأفكار والتوجهات. يقول: وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال، وسبب دخولهم، يقول ما هو سبب دخولهم نهر جيحون؟ وسبب دخولهم نهر جيحون أن جنغس خان بعث تجارا له ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه يبتضعون له ثيابا للكسوة، فكتب نائبها إلى خوارزم يذكر له ما معهم من كثرة الأموال، فأرسل إليه. ماذا قال له؟ لاحظ نفس الكلام الآن، نفس ما جرى هناك يجري هنا، ويقول: من أين الإرهاب ومن أين القتل ومن أين التقتيل؟ لاحظ الآن يأتي بعض الصحفيين، بعض الأخصائيين، بعض
أشخاص في منظمات الإغاثة الإنسانية بعد أن انقطعت السبل بالمهجرين والمهاجرين والنازحين والمظلومين المسلمين من السنة والشيعة، يأتي الصليبي، يأتي المغولي، يأتي الإلحادي، يأتي الوثني، يأتي اليهودي، يقدم المساعدة لهؤلاء المساكين. حركه ضميره، حركه دينه الذي يعتقد به، فجاء هذا الإنسان، حركته المهنة التي هو يعمل بها، فجاء هذا الإنسان لتقديم المساعدة. ماذا يفعل به؟ يختطف ويقتل. هل يوجد جريمة أقبح من هذه الجريمة؟ لاحظ، هذه جريمة لها أصل، لها تأصيل، لها أصول، لها تشريع مشرعا من أئمة التيمية، من ابن تيمية، من أئمة المارقة. كل الحلول العسكرية فاشلة، يقطع قرن للمارقة وتخرج قرون عليكم، يخرجون لكم من بيوتكم، من تحت بيوتكم، إذا لم تستأصل هذه الغدة فكريا وعقائديا ومن أساسها ومن تأصيلاتها ومن جذورها تستأصل. لا تتم أي معالجة عسكرية إذا لم تدعم وتقرن بالمعالجة الفكرية العقدية. التفت جيدا، تجار أتوا إلى بلاد مسلمين، الله أكبر، لكن الغدر والسرقة وحب المال والجريمة والإرهاب مترسخ معشعش مستحكم فيهم وفي عقولهم وفي أنفسهم وفي سلوكهم. يقول: وسبب دخولهم نهر جيحون، لاحظ من أين أتى البلاء على المسلمين؟ بسبب هذه الحادثة. يقول: وسبب دخولهم نهر جيحون أن جنغس خان بعث تجارا له ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه، إلى بلاد خوارزم شاه يبتضعون له ثيابا للكسوة اللي هلاكوا، فكتب نائبها إلى خوارزم يذكر له ما معهم من كثرة الأموال، فأرسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم. سراق، خونة، أهل غدر كالدواعش في هذا الزمان، كالمارقة في هذا الزمان، فأرسل إليهم بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم، ففعل ذلك. أقول أنه مكر وغدر، وهو نفس ما تفعله أصابات داعش المارقة الآن في اختطاف الناس الأبرياء من هذه الطائفة أو تلك أو هذه القومية أو تلك أو هذه الديانة أو تلك، وتسرق وتسلب ما عندهم فتقتلهم أو تطالب بفدية عنهم، وكذلك يفعلون بموظفي إغاثات إنسانية أو بإعلاميين وغيرهم. فأفعالهم لها أصل وتأصيل ومنهج، ومنهج ابن تيمي وابن تيمية متجذر، ومنهج أبناء تيمية متجذر. وهل اكتفى خوارزم بما فعل؟ يكمل ابن كثير، يقول: فلما بلغ جنغس خان خبرهم أرسل يتهدد خوارزم، ولم يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيدا. التفت جيدا، من المتكلم؟ من الراوي؟ ابن كثير، امام مارق بامتياز، امام توحيد اسطوري، امام داعشي، امام تكفيري ارهابي قاتل. لاحظ كيف يتعامل مع هذه الجريمة، مع هذا الغدر، مع هذا القتل، مع هذا الارهاب، مع هذه الدعشنة. اقول: قال: لم يكن فعلا جيدا فقط وفقط، لكنه، هذا لاحظ، ليس بجيد، لكنه ليس قبيحا ولا محرما، فهو مباح وجائز ومقبول وراجح وربما حسن، لكنه غير جيد. أصل تشريعي تيمي ابن تيمي مارق، تيمي ابن تيمي ابن تيمية مارق في قطع الطرق وخطف وسلب ونهب وبقر البطون وقطع الرقاب على نهج المارقة الخوارج. قال ابن كثير: فلما تهدده أشار من أشار على خوارزم بالمسير إليهم، فسار إليهم وهم في شغل شاغل بقتال كشمي خان. التفت جيدا، قتل هؤلاء
استغل انشغال هولاكو بقتال آخرين، لأننا سنعلم بأن المسافة بين خوارزم وهولاكو مسافة طويلة للوصول إلى هناك، يقول تقدر بأشهر حتى يصل إلى ذاك المكان ويعلم بأن هولاكو كان مشغولا بالقتال، لكنه عنده الجواسيس، عنده الاستخبارات، فاستغل هذه القضية وهذه النقطة. يقول فلما تهدده أشار من أشار على خوارزم بالمسير إليهم، فسار إليهم وهم في شغل شاغل بقتال كشري خان، فنهب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فنهب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالهم لا يوجد هنا لا اعتداء من المغول ولا من التتار، ولا يوجد تهديد على المسلمين. كانوا عبارة عن أناس وعبارة عن ناس مسالمين أتوا للتجارة، قتل التجار، وكان المغول كان التتار منشغلين بقتال آخرين غير مسلمين من الكافرين. فأيضا ذهب خوارزم السلطان الخليفة الإمام القدسي المقدس، فاعتدى على النساء والأطفال، فنهب أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالهم. وهولاكو طاغية، سلطان متمكن متغطرس مجرم قاتل، هل يسكت؟ لاحظ من هنا بدأ البلاء. أقول سلب ونهب على النهج الداعشي المارق وله تأصيل وشياع، فأقبلوا إليه محروبين، فاقتتلوا معه 4 أيام قتالا لم تسمع بمثله. أولئك يقاتلون عن حريمهم، عن تجارهم، عن نسائهم، عن ذراريهم، عن أطفالهم، هؤلاء المغول. أولئك يقاتلون عن حريمهم والمسلمون عن أنفسهم، يعلمون أنهم متى ولوا استأصلوهم. فقتل من الفريقين خلق كثير، حتى أن الخيول كانت تزدق في الدماء، وكان جملة من قتل من المسلمين نحو من 20,000، ومن التتار أضعاف ذلك. التفت، 20,000 قتيل من المسلمين خلال 4 أيام، ثم لحقهم أضعافهم وأضعافهم بسبب حب المال واغتصابه من التجار التتار الآمنين في بلاد المسلمين والغدر بهم وقتلهم. وهكذا كل الصراعات والنزاعات والحروب الطاحنة الداخلية والخارجية عبارة عن صراعات سلطوية مالية لا مدخلية للدين فيها إلا على نحو التوظيف والأدلجة، إلا على نحو التوظيف لصالح هذا الفاسد أو ذاك. إذن لا متخيل الدين فيها إلا على نحو التوظيف والأجلجة لصالح هذا الفاسد أو ذاك، وتبرير فساده وإفساده وإجرامه لا أكثر. فجعلوا من الدين والإسلام نقمة على الناس، لا رحمة، لا سلام وأمان. قال ابن كثير ثم تحاجز الفريقان وولى كل منهم إلى بلاده، ولجأ خوارزم شاه وأصحابه إلى بخارى وسمرقند، فحصنها وبالغ في كثرة من ترك فيها من المقاتلة، ورجع إلى بلاده ليجهز الجيوش الكثيرة. فقصدت التتار بخارى وبها 20,000 مقاتل، فحاصرها جنكيز خان 3 أيام، فطلب منه أهلها الأمان فأمنهم ودخلها، فأحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة. وكأن خوارزم ليس عندهم مكر ولا خديعة، ولم يقتل التجار وليس بغادر، وانتهى الأمر.
يقول فأمنهم ودخلها فأحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة وامتلعت عليه القلعة فعاصرها واستعمل أهل البلد في طم خندقها وكانت التتار يأتون بالمنابر والربعات فيطرحونها في الخندق يطمونه بها ففتحوها قسرا في 10 أيام فقتل من كان بها ثم عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها وأحلها لجنده فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمه إلا الله عز وجل وأسروا الذرية والنساء وفعلوا معهن الفواحش بحضرة أهلهن فمن الناس من قاتل دون حريمه حتى قتل ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال ثم ألقت التتار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها ثم كروا راجعين عنها قاصدين سمرقند تنبيه غدر غدرته خوارزم وهرب أمام التتار وترك البلاد والعباد تحت إرهاب التتار وسيوفهم وهمجيتهم وانتهاكهم المحرمات وقبحهم وفسادهم وأما باقي سلاطين الإسلام فنذكر صورة واحدة تكشف لنا ما عليه سلاطين الدولة الصلاحية القدسية كما يصفها منهج ابن تيمية ولنطلع على باقي كلام ابن كثير لنعرف حقيقة ما كان وذكرنا أيضا موارد كثيرة لانشغال السلاطين بصراعاتهم وبخياناتهم ثم قال ابن كثير وفي مستهل هذه السنة في سنة 616 خرب سور بيت المقدس أمر بذلك المعظم خوفا من استيلاء الفرنج عليه فشرع في تخريب السور في أول يوم المحرم فهرب منه أهله خوفا من الفرنج أن يهجموا عليهم ليلا أو نهارا وتركوا أموالهم وأثاثهم وتمزقوا في البلاد كل ممزق وضج الناس وابتهلوا إلى الله عند الصخرة وفي الأقصى وهي أيضا فعل شنعاء من المعظم مع ما أظهر من الفواحش في العام الماضي ومع هذا فهو إمام وأمير المؤمنين ومفتر الطاعة ومن الدولة الصلاحية القدسية المقدسة يقول وفيها استحلبت الفرنج على مدينة دمياط ودخلوها بالأمان فغدروا بأهلها وقتلوا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها وفجروا بالنساء وبعثوا بمنبر الجامع والربعات ورؤوس القتلى إلى الجزائر وجعلوا الجامع كنيسة